وشفنا الهبة صور غير ان هي اعلامية ومذيعة، عندها مواهب متعددة، منها انها كانت مضيفة ليوم واحد في رحلة طيران، مظبوط؟ صح. احكي لي بقى عملتي ايه؟ اولا انا طبعا اللي خلاني اجي معاها او اللي رشحني يسافر ريتا بتاع عفيف تمتير من الصمة، من ما اقدرش اقول عليها دلوقتي. لا قولي ما ينفعش، ثم قالوا لي عشان الاعلان يعني. لا اه ما ينفعش. اه اوكي منير منظمة، والله العظيم شاطرة، تقول الإعاقة مذيعة يا جماعة مذيعة. الإعاقة هو اللي رشحني، وكمان في شركة عملت لي يونيفورم يوم السفر، لبست وطلعت على طول. وطلعتي على الطيارة وكنتي ضمن الطاقم بتاع الضيافة؟ بالظبط كده، أو طاقم الضيافة بالظبط كده. حلو. وانا رايحة عمالة اقدم لهم في عصاير وحاجات وازاي، الحمد لله ان هما ما تلقش على حد. شاطرة. بقيت اقدم لهم اكل واقدم لهم عصاير حلويات كمان. طيب سافرتي لفين؟ الخرطوم، عاصمة السودان. قعدتي قد ايه؟ قعدت لحد 5/12. كم مدة السفر قد ايه؟ 6 أيام. ست أيام من يوم 30/11 قعدنا هناك عشان عملنا مؤتمرات. كان في هناك مؤتمرات منظمة يونارتس برعاية السفير رضا عبد العزيز، كان عامل مؤتمر هناك كبير علشان شؤون الإعاقة، وكان جايب طقم ممتاز جدا. هقول بقى، قولي يا حبيبتي. عايزه ميكروفون مش معقول مذيعة. اتفضلي. اولا ماما قالت حاجة غلط خالص، عشان ماما احنا قلنا ما نجيبش اسم المنظمة. ماشي. دي أول حاجة. تاني حاجة الدكاترة، عايزة أقول بوسة. أنا فاكرهم دكتور فاطمة الكاشف، البروفيسور إيمان. أيوة إيمان الكاشف. إيمان الكاشف، أنا اتلخبطت. وبروفيسور دكتور ياسر حمودة، وبروفيسور دكتور أسامة فاروق، وبروفيسور دكتور هالة محفوظ، وبروفيسور دكتور هبة أبو النيل. تمام. طيب. عملوا هناك مؤتمر كبير جدا ومحترم جدا، وعملوا السودان عاصمة الإنسانية، وكان اللي بيحضر بيستفيد من المؤتمر ده. مين اللي بيحضر بقى؟ أصحاب المراكز اللي عندهم مراكز هناك، يعني بيعلموا الناس إزاي يتعاملوا مع الأطفال دول. وكانت هبة طبعا واخدينها نموذج للتحدي. نموذج مش عارف. أيوة حبيبتي قولي. قولي يا حبيبتي. واخدني نموذج للتحدي والإصرار والعزيمة. أنا بعشقك، أنت مش معقول. طيب طلعتي على الطيارة كمضيفة ورجعتي برضو كمضيفة ولا؟ لا زي بس أنا رايحة مضيفة ونرجع مضيفة. وحضرنا المؤتمر. هناك في بنت ادتها هديه بسيطه، عروسه مولد، لاني فرحت بيها جدا. يا رائع قلبي.